حكاية الليلة سخفتني مولاتها، ولكن حكاية اللي تقريبا كنسمعوها بزاف فهادشي ديال العلاقات. داكشي باش غادي نقول لكم باللي انه هي عبرة، وفي نفس الوقت هي تجبيدة اللودينات لدوك بنيتات اللي مازال فغفلة على ريوسهم. غادي نشارككم قصة صاحبة الحكاية باش نتوما اللي تحكموا واش هاد الشخص صالح لها ويستاهل هاد القربلة كلها اللي منوضة هي عليه، ولا غير كتضيع الوقت وخاصة تفيق من القلبة ديالها وتستافدوا لا تكونوا تنتوما طايحين في نفس الفخ ديالها، او حتى الوالدين اذا كانوا طايحين في هذه القضيه يعرفوا كيفاش يتعاملوا معها. سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه واحوالكم طيبه كيف العاده. اذا كنتي جديد على هذه القناه لاول مره كتشوفها كنقول لك مرحبا بك والدردار، واذا كنتي من العائله ديالنا الكلمة الشهيرة دار دارك مرحبا بك. فخير ما تعطلش عليكم اكثر وما تبخلوش، هو الاول تحت عليا انكم تضغطوا على زر الاعجاب، ونقول لكم بسم الله يلا لنبدا. انا عابر تنسكن في الديار الاوروبية وعندي جنسية اوروبية ولكن الاصول ديالي مغربية. كنت كنعرف واحد البنت اللي هي بدورها غادي تعرفني على واحد الولد خالتها اللي كيسكن في المغرب وخدام في واحد الخدمة مع الدولة. غادي نتفقوا غادي نتفاهموا، شفنا بلي انه عندنا نفس الافكار والطموح وبزاف ديال الحوايج اللي كانت متشاركه ما بيناتنا، وهنا غادي نتفق انا وياه باش انني نجيبو لعندي ونتقاتلوا على بعضياتنا مجموعين بحال اي زوج ديال الناس ناويين المعقول مع بعضياتهم. غادي نتفق انا وياه على الوقت اللي غادي يجي فيه ويطلبني منه من دارنا. مشيت بدوري ودويت مع ماما بلي انه راه كاين واحد الشاب اللي تعرفت عليه وبغاني المعقول. هي مشات قالتها لبابا، شوف راه عابر بنتنا قالت لي بلي انه فاش غادي نمشيو للمغرب راه غادي يجيو عندك واحد الناس باش انهم يدويو معاك على قبلها هي. اييه مرحبا، ولكن علاش غادي تسناو حتى حنا نجيو للمغرب؟ يجيو لعندي هنا. كان عند باله بلي انه هذا الشخص تيسكن هنايا. قالت لي ماما لا راه من المغرب هاد الناس. ايوا صافي خير ان شاء الله. بدا كيشرح لماما على البلان ديال الوراق وبلي غادي نتعذب بزاف حيت غادي خصني ندير امور اللي هي كثيره. هذا هو كان الجواب ديالو. من بعد انا اللي غادي نمشي عنده وغادي نسولو، بابا واش ماما دوات معاك في واحد الموضوع؟ اييه. شنو بان لك؟ مزيان احسن مدرسي. انا هاد احسن مدرسي فهمتها انك راك اختاريتي واحد الشخص اللي هو مناسب. فرحانه وقلت الله، بعدا بابا قبل وهنا حيدت عليا واحد المهمه. السيد فرح وقالها لدارهم وانا غادي نقول بابا واش نعطي نمرتك لداك الشاب. قال لي خلي حتى نمشيو للمغرب واعطيهم نمرتي ديال المغرب نيشان. صافي واخا اللي بغيتي. قال لي غير هو بنتي راه غادي يكون عندكم شي شويه ديال الصعوبات في الوراق، وبالنسبه لخدمته حتى هي اللي ماشي عاديه. من بعد غادي نمشيو للمغرب وغادي نعطيه ليه النمره ديال بابا، وقلت ليه دوي ليه وتلاقى به راجل لراجل وشرح ليه الخدمه ديالك، وفي نفس الوقت طمنو بلي انه في ايادي امينه ديالك. غادي عيط لبابا فعلا وعلى ما تيقول بلي انه كان تيقول ليه كيف دايره عمي كيف دايره امك، وتيقول ليه بابا شكون انت وفين عرفتي بنتي وفين هذا. هو انا ذاك هاد الشاب يمكن تدهشر وقال ليه عمي واش عرفني فين انا خدام. بابا فهم داك السؤال غلط، قال ليه ديك المهنه كتهمك ولدي انت، اما انا ما عندها باش تفيدني. لا عمي فهمتيني غلط، ماشي هذا هو مقصودي، راه خاصنا عمي ضروري نتلاقاو ونتفاهموا. اييه مرحبا جيب غير والديك حتى انا باغي نتعرف عليهم. داروا باش انهم يتلاقاو في القهوه زعما حنا كاملين. بابا غادي يتلاقى بواحد صاحبه من قبل وقال ليه راه واحد السيد باغي بنتي يدوي فيها. هذاك صاحبه ما عرفش باش من نيه دارها، ولكن بدا كيقول ليه بلي انه راه الدعوه راه غادي تكون صعيبه وغادي تكون مسؤوليه كبيره على بنتك، واذا هو جا شوف واش غادي يعجبو الحال بحكم انه هو في البلاد في المغرب مخدمته مستقر، وغايجي واحد البلاد وحده اخرى وغادي يعاود من الزيرو. ولكن قبل ما غادي يوصل النهار اللي دار فيه بابا مع هاد الشاب، عمي من بعد ما عاود ليه بابا البلان مشى غادي يعيط على مت ديك صاحبتي اللي هي صاحبه العائله، وقال ليها بلي راه خويا اللي هو بابا راه خايف عليا انا بزاف، وراه جا واحد الشخص واحد اخر بالشركه ديالو، ولكن بابا عنده المهم هو الخاطر نتاعي انا، وبلي انه بابا قال لعمي انا ما بغيتهاش تزرب على راسها ولكن غادي نخليها تبع شنو بغات. ناض ديك خيتي عاودت صونات لبات الولد اللي بغاني وقالت ليه شوف راه خبات البنت اللي بغاها ولدك قال لي بلي انه راباها ما باغيش ولدكم وخايف لا يمشي تما وهو يجلس في الدار وهي تصرف عليه، وراه بنته جاها شي واحد بالشركه ديالو والطوموبيل ديالو. المهم شلاه دور تالفات وخلطت ما بين العائلات، والدي خادي يتراجعوا وحنا اصلا مازال ما درناه في الطاجين حتى ما يتحرق. هو بدوره ما دار حتى شي مجهود، ما صون على بابا ما سولوش شنو رايك لا والو وما تهضروش.
انا غادي نضغط عليه باش انه يجي للرونديفو اللي عطى ليه بابا، يا غادي تجي وتجيب والديك يا اما اللي بيناتنا سالا. ما حاولش يقنع والديه ولا يقول لهم راه البنت ما تنباع حتى شي حاجه ولا رباها ما قالش هاد الهضره، حيت في نفس الوقت هاد العائله هما عندهم علم باللي انه هاد العائله راه غير كتزيد فيه بزاف. المهم مشيت انا وبابا وعمتي وولد عمي، هو سولني واش تقدر تجي ماما معايا، قلت له اه بطبيعه الحال راه هذاك هو المقصود. شويه هو جاي في الطريق قال لي راه ما تقدرش تجي ماما لانه ما خلاهاش بابا. فاش وصل بابا ما عجبوش الحال لانه جاي بوحدو وبابا كان جايبنا معاه انا واختو وولدها. في ديك اللحظه غادي تعصب، واش انا جايبكم معايا كاملين وهو جاي طويل العريض؟ بابا تمالك الاعصاب ديالو اخيرا ودوى معاه مزيان، وهو براسو قال لي بلي انه راه باباك فهمني بزاف ديال الحوايج اللي كنا غلطين فيهم بزوج، وهاشنو خاصنا وهاشنو خاصنا باش نعرفو شنو تابعنا. قال لي بابا بلي انت ولدي وهذه راه بنتي، وهاشنو خاصك وهاشنو قالوا لي باش تقدر تجي لهنا. صافي سالينا الهضره، كل واحد مشى في حاله. بابا شدني وقال لي بنتي عابر انا خايف عليك انك تضحي مع هذا الانسان وتجيبيه وما تعجبوش المعيشه تما وتدخلوا في شي امور اللي هما كبار ويجوك صعاب انك تخرجي منهم. انا بابا راني باغا هاد السيد نبدا معاه من الزيرو. قال لي بابا ما كتفكرش انك تبداي من الزيرو مع شي شاب اللي من تما؟ عطى الله اللي باغيك المعقول، عطى الله الرجال وعطى الله البنات. مع العلم انه بابا عمرو ما هضر معايا في شي موضوع بحال هذا، تسنت ليه ولكن ما كنتش مقتنعه بكلامه. هنا بداو كيوقعوا نقاشات ما بينه وما بين داك الشاب، انت ما درتيش على قبلي وتصنت لوالديك وبسهوله تخليتي عليا وما قلتي لبابا والو وما بينتيش لي اصلا بلي انك راك باغيني. تيقول لي صافي خير فيما اختاره الله، باك ما باغينيش صافي. انا ذاك ماما كانت كتقاد لي واحد القفيطين، ولكن فاش ساقوا الخبر بلي انه بابا ما متاكدش في القرار ديالو وقالت لهم ديك خيتي بلي انه باغي ليا شي واحد من اوروبا، داروا بالناقص ولقاوها سبه. امه ما كملاتش ليا القفطان ديالي ولكن غادي نبزز عليه باش انه يصيفط لي داك القميص واخا ما كاملش. اييه وغادي يصيفطو ليا. ماما شافت داكشي كامل وبدات كتبكي، علاش بنتي عبير علاش تاخدي القميص وهو مازال ما مصايبش؟ واش انت رخيصه عليه حتى لهاد الدرجه؟ وعزيها تعزك هي المدلوله وبقات كتخاصم عليا وقالت لي راه تستاهلي نيت هادشي اللي تيوقع لك باش تعرفي شنو كتسوي عنده. لا ماما رانا اللي ما خليتوش يكملوا لي، وقلت ليه غير يصيفطوا ليا. لا بنتي راك كتقيلي كتكبري فيه وهو قميص ما قدر يكملوا لك، حتى اذا ما قدرش تكملوا لك امو يمشي يدي غير عند الخياطه، واخا تبزي عليه غادي يقول لك لا انا غادي نصايب هاد القميص ونديه لا لا حيتاش كتستاهلو ديال بصح. بقى فيها الحال بزاف. انا غادي نمشي عندو قلت ليها شنو قالت ليا ماما. قال لي مالك ما قلتي ليها راك انت بززتي عليا؟ لا لا راني قلتها ليها، ايوا راه ماما ما كملاتوش حيتاش باك لي ما بغاناش. بقيت معاه حتى بردنا راسنا وقلنا عاوتاني لعله خير، ربما ما مكتبش هادشي دابا، غادي نبدا كنقترح عليه افكار حتى اذا كان بابا فلان خايف اني نتكلف بهذه المسؤوليه وانني نشد دار وانني نتكلف نطلع لك الاوراق. اجي دابا انا خدامه هنا وانت لهيه ونبداو كنجمعوا الفلوس بشويه بشويه حتى النهار نديروا دارنا بلا ما نتعذبوا. قال لي اه راه مزيانه الفكره وتوافق معايا، ولكن ديما في كل جمعه كنت نسمع بابا كيتعاير من طرفه. باباك ما معقولش، باباك دار في هضرته في الاول قال اه ودابا قال لا، وباك مادي وباغي غير الفلوس وباك باغي لك واحد من الخارج الى ما اخره. وانا صابره وساكته على داك الشيء وتنقولي لا راه بابا ماشي بحال هكاك، راه بابا تيقلب غير على مصلحتي. وقت ما تعصب ما تيبقاش يعرف شنو يقول، بما انه كان عرفني على عمته من قبل وكانت بحال صاحبتي وانا كنت ضعيفه انا ذاك شخصيا ونفسيا وغير تنبكي، غادي نقترح عليه سير عندها ودوي معاها هي تحكم ما بيناتنا بالعقل. ولكن لقاها مريضه وما قال لها والو. تناقشنا تعصبت سخفت داوني دارنا للطبيب ولقاو بلي عندي السكر طالع بزاف. غادي نقول ليه شنو كاين وما تسوقش ليا، جاتني هيستيريا ديال الاعصاب وبديت كنضرب في الحيط وكنغوت. سمعوني والديا وخوتي طلعوا لعندي. بابا جات يقول ليا مالك عبير مالك شنو واقع؟ تنقول ليه بلي انا مريضه زعما نفسيا مريضه. غادي يحاول يهدني وسهر معايا الليل كامل مسكين، علما انه صباح خدام مع 6 ديال الصباح. لغد ليه بديت كنتسنى ربما هاد الشاب غادي يصوني عليا اولا غير يخلي ليا ميساج يسول فيا ولا يطلب مني السماحه. غادي ندخل الواتساب حتى غادي نلقاه مبلوكيني وما عرفش شنو غادي ندير ولا حتى كيفاش نتصرف. العائله كلها ساقت الاخبار باللي انه عابر غادي يتزوج بفلان، ومن بعد فاش ولاو كيشوفوني تنبكي تيقولوا كتبكي على فلان هو سمع لوالديه وانت راكي مقصحه راسك. بديت كنلومهم لا راه بسببكم وانتم اللي ما باغينوش وحرام عليكم هذا الشيء، وغير قولوها ليا بعدا غير من الاول ما نعطيش الكلمه وما نتخيش حياتي معاه.
علما انه هو كان عارف الحاله ديالي كيفاش كانت بسبب ديك الهضره ديالو القاصحه، حيتاش في المكالمه اللي درنا ما تقطعتش من بعد، وكان حاضر فاش جاتني ديك الهستيريا وفاش دخل بابا بدا كيهددني. هي من بعد فاش تهدنت وحليت التليفون ديالي ولقيتو بلي انه مبلوكيني، ما عرفتش شنو ندير انا. ذاك دازت الايام عاد غادي ديبلوكيني، تصالحنا وبديت كنجبد ليه البلان ديال بابا بلي انه ديك فلانه هي اللي خلطات ما بين العائلات. قلت ليه انت اللي غلطتي فاش ما دويتيش لبابا من راجل لراجل، خاصك تعرف بلي انه بابا تنحماق عليه حيت تعذب علينا بزاف، حتى وفر لينا مستقبل اللي هو زوين وامن في هاد البلاد. يعني ولو كاع نقولوا كيف كتقول انت وكيف كتقول هذيك بلي انه تلعب بك، راه من اجل انه يحميني وراه من حقه، حيت هو اب وضروري تيقلب على راحه بنته ويعرفها معامل ويخاف على المستقبل ديالها، لانه ماشي سهل باش انت تجي لهنايا ونقاد لك انا كلشي وغدا ولا بعده تقدر غير تستغلني. هو اصلا ما عارفكش وهكا تيفكر، لا 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 ما يتلعبش بيا ويديرني ضحكه. ما داركش ضحكه، عطاك غير المهله نتاع عام. ايوا دويلي ديك الساعه وسولو علاش خفتي على بنتك مني وعلاش متردد انك تعطيها ليا وعلاش وعلاش وعلاش، وتحاول انك تراضي الامور وتقنع بابا وتريحه باللي انك انسان صالح. شوي غادي نقول ليه انت ما فيكش حس الرجوله، نقز وقال لي ربك اللي ما فيهش حس الرجوله. هاد الكلمة عذبتني بزاف، حسيت بهذيك اللحظة بلي أنني عجزت أنني ندافع على بابا، ويدي ورجلي كانوا مكتفين وقلبي باغي يطردق. تنقول مع راسي عابر هاد خينا غير تيدل فيك، فيقي دابا، لأنه راه إذا ما فقتيش في هاد الوقت ما غادي تفيقي حتى تلقاي راسك بلي أنك مزوجة بيه وعندك الولاد معاه، وهو تيدير فيك ما بغى حيت أنتي طايحة فيه أكثر منه هو. هو بصح بغاني ونوى معايا المعقول ودق باب دارنا، ولكن فاش والدي قالوا ليه لا راه ما بغيناهاش، وقال لي بلي انهم قالوا ليه ما تغرش بالزين ولا بالحجاب ديالها، راه داكشي كامل ما تيدومش، وعلم الله شنو كدير تما، وعلم الله شنو هادي وهادي وهادي، وبلي انا القانون راه صعيب تما بزاف، خصوصا الا درتي ليها شي حاجه غادي تمشي تعيط لك على البوليس في ساعه. هو تراجع وتصنت ليهم وتيقهم وخسر عليا كلمه، ما بغاوش ما نقدرش نفوت والديا ونجي نطلبك من باباك. قلت ليه انت عارف تربيتي كيفاش دايره، لا علاقه بهنا، والديك والديا من حقهم انهم يخافوا علينا، المهم مشيت درت كادو لوالديه باش انهم يتقبلوني نوعا ما عندهم ونبدل لهم الفكره اللي واخدين عليا. شريت لمو 3 نتاع البراسليات اللي كانوا واعرين مش نقره مشللين بالذهب، وخديت ليها ريحه وباك ديال الصلايه والتسبيح، وبا حتى هو غادي ناخذ ليه ريحه، وديت ليه باك ديال الصلايه اللي كانت مكتوبه فيها سميتو، عطيتهم ليه وغيعطيهم ليهم وفرحوا، ولكن ما تبدلت حتى شي حاجه، لدرجه انه من بعد فاش مشيت للخدمه قلت اجي نبدل شويه الحاله بقوه هاد المشاكل، وغادي نلبس واحد الكسيوه اللي كانت محترمه ولبس الطالون ديالي وحلقت على راسي بحجابي، غادي نصور ليه تصويره. وقلت ليه راه كلشي تيقول ليا زعما البنات في الخدمه راك جيتي غزاله، غادي يقول ليا ايوا مزيان صافي لبستي هكا باش تعجبي الرجال، شنو تحاب لك راسك. وبدا كيتلعب ليا بنفسيتي، وبديت كنتعصب وبديت كنبكي، وهو تيقول ليا الحاجه الوحيده اللي كتعرفي عابر ديري هي تخفي وتبكي. واخيرا انا ما بقيتش عارفه شنو غادي ندير، شنو نثيق وشنو ندير، انا بين نارين، هو باغيني ما باغينيش، مبلوكيني مره مديبلوكيني، والديا ما مرتاحينش ليه ووالديه ما قابلينش عليا. انا عارفه راسي في هذه الحكايه بلي انني تدليت وما بغيتكمش عافاكم تعيروني، حيتاش تعيرت ما فيه الكفايه، انا بغيتكم غير تعاونوني انني ناخذ قرار اللي هو اخير وصارم. هذه هي حكايتي، وهذه هي كانت حكايه عبير. يا ساده يا كرام، اول حاجه احنا ما غاديش نعايروك حيت ماشي من حقنا، ولكن غادي نعطوك الراي ديالنا اللي هو صريح. وانتم يا متابعين يا كرام يا اوفياء، من بعد ما سمعتوا حكايه عبير غادي نخليكم تجاوبوا على السؤال اللي انا طرحت عليكم في بدايه القصه، واش هاد السيد باغي المعقول ولا غير كيجرب حظو فيها، ولا كيبان لكم بلي هادشي اللي كيدير عنده هو فيه الصح. المهم غادي ديروا بوز لهذا الفيديو وتخليوا لي لتحت تعليق، ومن بعد طلعوا عندي نقول لكم فضلا وليس امرا الراي الخاص ديالي اللي ربما تتفقوا معاه ربما لا. المهم بعد ما كتبتوا التعليق عندي ملاحظه قبل ما نعطي الراي ديالي، ملاحظه اللي هي بسيطه ومعلومه للجميع، عمرنا سمعوني مزيان، عمرنا ما تنعايروا شي راجل باغينا او لا خطبنا او لا الزوج ديالنا بكلمه انت ماشي راجل، واخا غير بالضحك،
لانه هاد الكلمه بحد ذاتها ما كيقبلوش يسمعوها الرجال، لانك في هاد اللحظه كطعنيه ربما في الشرف ديالو، انك كتنحي ليه الرجوله ديالو. ولو غير بالضحك ما كدكاش هاد الكلمه، مجرد تلقي ليه هاد الكلمه يمكن غادي تحولي القصه ديالك مع هاد الشخص لنهايه ما لا يحمد عقباها، واخا تكوني كتعيشي معاه قصه روميو وجولييت. انت ماشي راجل كتقال في رايي اللي ماشي راجل فعلا في الافعال ديالو وفي الاقوال ديالو، وماشي لفظ غير كنلعبوا به وكنلوحوا غير هكاك، ولا كنبداو كنطلقوه اذا وقع ابسط خلاف. هذا رايي والله اعلم. اما الحاجه الثانيه، غادي نكون معاك قاصحه عبير وسمحي لي، انا بغيت نقول لك بلي انه والديك بغاو اذا والديك رفضوا لك شي شخص راه بغاو مصلحتك ومن اجلك انتيا باش تعيشي مرتاحه مستقبلا. هذا لا يعني بلي انهم ضد فيك ولا ما حاملينكش ولا ما تيشوفوش شي حاجات اللي انتي كتشوفيهم، حيت بالعكس هما تيشوفوا شي حوايج اللي انتي ما كتشوفيهمش، ربما السن ديالك اولا ربما التجربه ديالك ما كتسمحش لك تشوفي الامور اللي تقدري تعيشي مستقبلا. فهاد القصه انا كيبان ليا بلي انه هادشي اللي واقع معناها، اعتذر على هذا اللفظ ولكن هزي شطيطك ما تباتيش هنا، ديري فراسك اللي باعك بيعيه واللي شراك شريه، راه قالت لك ماماك عزيها تعزك. لانه الوالدين بعض المرات وحنا وسط الاحداث ديال قصتنا كيجيب لنا الله بلي انهم غير تيخربقوا وبلي انهم ما حاسينش بينا وما فاهميناش، وانا عارفه هذه المرحله اللي تنقول لكم مزيان وضيقه، ولكن نهار تيبان لك تنبيه الوالدين بدا كيخرج ويبان كتقولي علاش ما تصنتش ليهم وعلاش ما درتش بكلامهم، ويا ليتني انت اختاريتي باك، اختاري كرامتك، وربما حتى هو اختار والديه ولا اختار كرامته سوقو هذاك، احترمي الراي ديالو. انت انسانه عاطفيه بزاف، فهادشي اللي لاحظت في القصه ديالك، كتفكري بالعاطفه ديالك وماشي بالمنطق، كتفكري غير علاش قال ليا وعلاش دار ليا وعلاش فعل ليا. انا ما نقدرش نقول هو اللي غلط ولا نقول حتى انت اللي غلطه، ولكن اللي باين وواضح هو انه ربي عطاك بزاف ديال الاجوبه، سيري ركزي على حياتك. الا شي حاجه تعكست ليك ما تقاتليش معاها، راه لو كنشوفي الحقيقه اللي مخبي ربي من موراها راه ما غاديش تجدي كلمه. علاش غادي تنوحي وتبكي وتغوتي وتجيك هيستيريا وتحماقي وتسطي على انسان بكل بروده اختار باش انه ما يكملش معاك، علما انك ما غلطتيش معاه وعاطياه النيه ديالك وباغيه تقاتلي معاه وديري معاه المستحيل. انا صراحه شحفت حيت هادشي قلتو ليك وعاودتو ليك هنا امام الملأ، باش اي بنيته كتعاني من نفس القضيه تستافد منها، وكنتمنى انك ديري اللي بان ليك، حيت صراحه هذا هو جهدي عليك، رايي ما بخلتش عليك فيه ولو 0.01. ما تقلقيش مني اذا كنت قاصحه معك في الهضره ولا كنت صريحه معك، ولكن هذه هي الحقيقه. كيف كنت غادي نعطيها لاختي كون كانت عندي من قلبي، راني عطيتها لك حتى انتيا وعطيتها لاي مستمعه تعرضت او لا غادي تتعرض لشي حاجه بحال هكا. الله يحفظ الجميع، والله يسهل على الجميع، وكل رضا الله يرزقها شي وريض ديالها في الحلال طيبا مباركا على حياتها. هذه كانت حكايتنا الليله، كانت قصتنا الليله، كانت عبرتنا الليله. كنتمنى انكم تخليو العبير حتى هي الراي ديالكم الخاص، حتى انا ما كرهتش انني نقراه. دمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو كيف العاده بعد غدا ان شاء الله. سلام، ما كايناش ليلو باش نقول لكم سلام سلام.